لكن الذي أرى أن هؤلاء الدول التي ترعى الإرهاب، هؤلاء الدول التي تمده بالمعلومات وتمده بالتمويل واللوجستيات وتوطنه في أماكن مخطط لها مسابقة التوطين وتنقله من دولة إلى أخرى، أعتقد كلنا نعرف ماذا يحدث عن خريطة الإرهاب العالمية. وجب عليهم جميعا أن تعرفوا هذا الموقف وأن يكون هناك موقفا حاسما منكم كبرلمانيين ضد هؤلاء الدول، إنها أصبحت دول وليست أفرادا كما كانت من قبل. سيادة الرئيس، مصر الفترة اللي فاتت قدرت تقدم صورة جيدة للعالم كله في محاربة الإرهاب، وتصدق قواتنا المسلحة الأسلحة لتحاصر الإرهاب وتؤمن حدود مصر التي اقتربت أو تعدت 5000 كيلو مترات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. استطاعت في فترة 4 سنوات الماضية أن تعطي نموذجا يحتذى به، نموذجا أمنيا، نموذجا ثقافيا في كل الأفكار التي قامت وتناولتها وسائل الإعلام المصرية، ودور الأزهر الشريف في مقاومة الإرهاب طارة وفي توضيح المواقف العالمية وخصوصا موقف القدس. موقف القدس، موقف القدس الإسلامية العربية موقف واضح، ولابد أننا جميعا نعي أن مصير القدس إذا تطور سوف يكون دعوة جديدة للإرهاب العالمي الذي لا يخفى أمامه أي أحد، لأنها في وجدان وفي أخلاقيات المواقف العالمية وخصوصا موقف القدس. موقف القدس، موقف القدس الإسلامية العربية موقف واضح، ولابد أننا جميعا نعي أن مصير القدس إذا تطور سوف يكون دعوة جديدة للإرهاب العالمي الذي لا يخفى أمامه أي أحد، لأنها في وجدان وفي أخلاقيات وفي قلوب الأمة الإسلامية التي يتعدى عددها أكثر من 1,600,000,000 مسلم حول العالم. سيادة الرئيس، أنا الحقيقة تمتعت بالحديث امبارح مع كل الإخوة الزملاء، وسمعت الحقيقة قد إيه هم لما جو مصر حسوا بالأمان، حسوا بالثقة في الاقتصاد المصري. مصدر الثقة في الاقتصاد المصري النهاردة هو كانت الدعوة الحقيقية لكل الشركات المالتي ناشونال الكبيرة اللي جت من أوروبا، جت في مصر هنا، جت من شركات الإيطالية عيني، ونحن نفتخر بالاستثمار الإيطالي في مصر. شركة واحدة استثمرت 12 مليار دولار في 3 سنوات لاستخراج الغاز. شركة سيمنز الألمانية التي استطاعت أن تضع 2.5 مليار دولار في محطة الكهرباء، والشركات الأخرى العديدة اليابانية والكورية والمعطات العالمية اللي جت في مصر عشان البيئة التشريعية اللي خلقها هذا المجلس الموقع. هذا المجلس الموقع استطاع في خلال 3 سنوات الماضية أن يخلق بيئة تشريعية محفزة واقتصادها إلى كل ما يتعلق بأمن وأمان مصر بالقرارات والقوانين وبالتشريعات. أنا سيادة الرئيس اسمح لي، البيئة التشريعية اللي خلقها هذا المجلس الموقع، هذا المجلس الموقع استطاع في خلال 3 سنوات الماضية أن يخلق بيئة تشريعية محفزة واقتصادها إلى كل ما يتعلق بأمن وأمان مصر بالقرارات والقوانين وبالتشريعات. أنا سيادة الرئيس اسمح لي أحييك وأحيي كل أعضاء المجلس المصري اللي هم استطاعوا بالفعل يقدموا نموذج يحتذى به لمحاربة الإرهاب في قوانين وتشريعات وفي التنمية الاقتصادية في نفس الوقت في قوانين وتشريعات، والجزء الثقافي والعلمي والتكنولوجي اللي احنا بنشوفه النهارده في تطوير المشروعات العملاقة كله، وشاهد كبير جدا على ان هذا النهج يتفهم طبيعة المرحلة وخطورة المرحلة. وفي التحرك الدولي البرلماني على مستوى العالم كانت لكم وقفات وصولات وجولات. انا احيي الاخوة الزملاء سواء كان في البرلمان المصري او البرلمان الاردني المتوسطي او المتوسطي.